في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين البلاد ومملكة هولندا في شتى المجالات الإنمائية، جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير المياه الهضرية والريفية أليو عبد الله إبراهيم مع سفيرة هولندا لدى البلاد سعادة فان ديريم أريما، وتباحث معها حول المسائل المتعلقة بتمويل المشروع الخاص بتحديث قنوات وشبكات توزيع المياه بأنجمينا بهدف توفير المياه الصالحة للشرب لسكان المدينة وضواهيها، إلى جانب مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقد أشار الوزير بأن الحكومة تولي اهتماما بالغا لقطاع المياه الذي يعد من ضروريات الحياة. وعقب اللقاء صرحت السفيرة بأنها ستأمل ما بوسعها لتوطيد العلاقات وربط جسر التواصل بين أمستردام وأنجمينا، مع التركيز في تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في القطاع ذات الأولوية بما فيها قطاع المياه الهضرية والريفية. للتذكير، فإن الدبلوماسية فان ديريم أريما سفيرة فوق العادة لبلادها لدى تشاد مع الإقامة بالعاصمة السودانية الخرطوم.